نواصل في مدارسة هذا الكتاب، وهو كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال: الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج. الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. هذه الأرواح التي هي في الأبدان، والإنسان مجموع من روح وبدن، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفوائد. فهذه الأرواح التي خلقت، خلق الله الجميع من أجل عبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن كما قال الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، قال في شرحه لكتاب التوحيد، قال: الإرادة إرادتان، الإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. فالإرادة الشرعية يحب الله تعالى، يحبها الله تعالى، أو يحب مقتضاها. وأما الإرادة الكونية فإن الله تعالى يريد شيئا يحبه، ويريد شيئا يقدره لحكمته ولعلمه ولعدله، وهو لا يريده شرعا لكن يريده كونا. فأراد الله تعالى، قال الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: أراد الله شرعا من أبي بكر الإيمان، وأراد من أبي جهل الإيمان شرعا، أمرهم بالإيمان وأراد منهم الإيمان، لكن كونا وفق وأعان أبا بكر فآمن، ولم يعن أبا جهل فوقع في الكفر، ولم يكفر أبو جهل وبهذا الكفر خالف إرادة الله الكونية، وإنما خالف إرادة الله الشرعية، لكنه لم يخالف إرادة الله شنو؟ الكونية، لأن الله أراد أن يكفر أبو جهل فكفر أبو جهل، وأراد أن يسلم أبو بكر فأسلم أبو بكر وآمن، مع أنه أراد الإرادة الشرعية وهي الإيمان من أبي بكر ومن أبي جهل، لكنه وفق أبا بكر وخذل أبا جهل، لم يوفقه ولم يعينه، وهذا ليس من الظلم، وفق هذا وأعانه وهذا لم يعينه، فالذي أعانه أعانه بفضله ورحمته وكرمه، والذي لم يعينه هذا من العدل لم يعينه. طيب، ففي ناس أعدهم الله تعالى للآخرة، للآخرة، وفي ناس أعدهم للدنيا، كما أن الأطيار في الأبراج، الطيور في البروج في الأبراج، بعضها للسباق وبعضها للاستفراخ. الاستفراخ ما معروف يعني، يجيب شنو؟ يجيب الفروخ
الطير الصغار ولد وكذا وكذا، ففي واحد بس همه دنيا بس، واحد همته عالية، همته عالية. لذلك خلق الله أقواما للجنة وخلق أقواما للنار، وهؤلاء الذين خلقهم للجنة والذين خلقهم للنار جميعا أمرهم بعبادته، فوفق الذين أراد أن يدخلهم الجنة لطاعته، ولم يوفق أولئك وإنما تركهم بعد أن أمرهم وجعل لهم أسماعا وأبصارا وإلى آخره، وأرسل إليهم رسلا، وما ترك لهم حجة أقام عليهم الحجة. قال تعالى في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا، قال ابن كثير ذرأنا أي خلقنا وجعلنا، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عشان كذا الشاعر قال: خلق الله للخطوب رجالا ورجالا لقصعة وثريد. في ناس بتاعين سليقة زاي، وفي ناس ذل ياهو بينصروا الدين وبلغوا دعوة الله تعالى. خلق الله للخطوب رجالا، للأمور العظام، ورجالا لقصعة وثريد. قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، في سورة محمد. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لذلك انت عارف في ناس الله هيئن للسباق وللآخرة، وفي ناس ترى هنا دنيا زاي. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، في سورة هود. وفي سورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. في ناس زي ذل. وقال في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال في سورة الإنسان: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال في سورة القيامة: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، وفي قراءة: بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عشان كذا في ناس ناس دنيا وناس ناس آخرة. طيب، وذكرنا فيما مضى الأبيات التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه رياض الصالحين، لما قال: إن لله رجالا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ولذلك الزول يعني إنسان يرمي قدام بقى زول آخر، الدنيا دي ما زائلة، دنيا أخ أمراض وأسقام وأوجاع وهموم وغموم وتعب وضيق، وناس يعكروك وناس، وتلقى الأذى من أقرب الناس إليك، فلا تركن إليها. طيب، قال: من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان، لو واحد من العمال دار يعرف مكانته عند السلطان، فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله. دار يعرف هو مكانته شنو عند الحاكم، يشوف الحاكم ده خدته وين، خدته في المقدمة ولا في المؤخرة،
اداه شغل تافه زاي ولا شغل مهم، اداه شغل مهم معناه الزول شنو؟ الزول لانه مكانه عند الحاكم، لانه اداه شغل مهم ولانه ذو قدر عنده. وهكذا العبد اذا اراد ان يعرف منزلته عند الله فلينظر باي شغل شغله الله تعالى. لو لقيت انه رب العزة والجلال، ان رب العزة والجلال شغلك بطاعته وانت صادق، فاعلم انك ذو منزلة عند الله تعالى. ولو شغلك بتبليغ دينه وبنشر العقيدة الصحيحة والتوحيد والسنة وبمحاربة اهل الباطل وبالذب عن هذا الشرع وبنشر الحق و إلى آخره، فاعلم أنك ذو مكانة ومنزلة عند الله تعالى. ولو شغلت بسفاسف الأمور فاعلم أنك هين، والله تعالى قال ومن يهن الله فما له من مكرم، فما له من مكرم. شكاية الدنيا دي حقيرة عند الله تعالى، وإلا لو كانت عظيمة لنعم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يجوع وكان يتعب وكان ينصب صلى الله عليه وسلم، وتفطرت قدماه في هذه الدنيا في طاعة الله تعالى، وأوذي وأدمي صلى الله عليه وسلم، وأخرج من بلده وهكذا في عناء وتعب حتى في تعب ونصب حتى لقي الله سبحانه وتعالى، وهو ينشر دين الله ويقوم بطاعته. فشوف الله شغلك بشنو. لو لقيت انت الليل والنهار جاري ورا الدنيا، معناه انت منزلتك شنو؟ معناه انت في خطر، توب لي ربك، معناه انت ترجع وتسأل الله ينجيك. ولو لقيت انت مشغول، الحمد لله بتنشرح في القرآن وتقرأ وتجتهد، وبالليل تقوم تصلي وتسبح، والله صرفك عن المعاصي و إلى آخره. في ناس مفتوح عليهم الدنيا والذنوب باب مفتوح، لو ده رجع في المعصية ما بيتعب، وده قال نفسه في نعم وفي ابتلاء، ولك أنا والله عندي عربية وشقة وعندي شنو وأي شيء دار أعمله بعمله، والقروش في يدنا والأمور تمام وأي شيء، هذول تمام وين؟ أنت في خطر. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره شنو؟ للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. تاني المال بعمل لك شنو؟ والله ما أغنى عني مالي أهلك عني شنو؟ سلطانية، كما في الآيات الأخرى. طيب قال كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأم. الولد بيجر شنو؟ ورا أمه. ويتابق من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، وهذا الكلام واضح بين. ده ما معناه يا جماعة الزول يبطل الشغل ما يشتغل في السوق، ولا معناه يعني ينعزل من الناس بالكلية، ولا معناه يكون صار لوشه وماشي وصعب، لا لا، تشتغل في اشتغل في السوق عشان تعيف نفسك وتعيف أولادك، واشتغل الشغل الحلال، لكن يبقى همك الآخرة، ما يكون همك الدنيا والمال، وانت اشتغل عيف نفسك كويس جدا، وكل أحسن كلمة أفضل سالك. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويتزوج أحسن النساء، ده كله ما بعارض الآخر، واسكن أحسن بيت، إن دار تسكن في بيت ما أبزو سألك، وبعدين والبس نظيف واركب عربية، وما ده كله ما بيتعارض مع الآخر. ولا نضيق على الناس، لكن ليكن همك وجه الله والدار الآخرة، مش تكون جاري ورا الدنيا وهمك الدنيا، دي واحد. اثنين ما تقصر في الطاعة، ما تقصر في الطاعة،
زي ما الدنيا انت عندك وقت بتدي لها في الشيء المهم، كذلك الآخرة يكون عندك شيء من التسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام وطلب العلم وتبليغ دين الله وتبليغ دين الله سبحانه وتعالى ودين الله تعالى دين الله سبحانه وتعالى إلى آخره، وتبليغ دين الله سبحانه وتعالى. طيب، قال الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها، يعني المشي إليها، فكيف تعدو خلفها؟ تعدو يعني تركض وتجري. قال لك ما بتساوي، تمشي وراء ذاته، خليه تجر، تجر لها، تجر وراء، تجري جري الوحوش. قال الدنيا جيفة، الدنيا جيفة، والأسد لا يقع على الجيف. البقع على الجيف ده شنو؟ بتاع الجيف، مش الكلاب، الكلب، الكلب. وأما الأسد فلا يقع على شنو؟ على الجيف. والدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف، فكن في هذه الدنيا كالأسد، أي مع الدنيا. طيب، قال رحمه الله تعالى: الدنيا مجاز والآخرة وطن. دنيا مجاز يعني ممر تجوزه، والآخرة وطن، والأوطار إنما تطلب في الأوطان. الدنيا دي ممر، والوطن الحقيقي الآخرة، فريق في الجنة وفريق السيري. تازمة في الدنيا دي زي القاعد في بيت جار، في أي وقت ممكن يقول لك شنو؟ يقول لك أبقى مارق، والله مفجوك في أي وقت. أنت عندك وقت معين، أنت قاعد في بيت جار، وذاته اللي جار في ناس كاتبين عقد بيقعد سنة وسنتين، أنت ما كاتب أي عقد، أنت بيجوا في أي وقت بيشيلوك برا، فأنت خليك مستعد. لكن البيت الأصلي وين؟ الآخرة. زول عليك الله قاعد في بيت إيجار وعنده بيت أصلي حقه ملك، بعدين الله بملكه له، ابن الملك وزينه ولا ابن الإيجار؟ يخلي الملك للمطر والهناي، سايك مثال عام، ولا بتهتم بياته؟ ده ما إيجار، بتبني هناك زين. انت في الدنيا دي، قال الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار جمع وطر يعني الحاجة، الأوطار يعني الحاجة، والأوطار إنما تطلب في الأوطان. ما بزول في دار الغربة بفتش للنعيم، ومشى الغربة عشان يجيب حاجة يجي يتنعم بها في بلده الأصلي، زي الناس بيختربوا عشان يجيبوا قروش. ليه؟ عشان متلقى من هناك بيرسل المال عشان يملوا له بيت. البيت ده ما بنى في دار الغربة، بناه في بلده الأصلية. فأنت في الدنيا دي جيت أنت في غربة، كما في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بمنكبه قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر شنو؟ سبيل. قال الإلبيري: ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت. ما خلقك تعمر الدنيا يعني تمكث فيها، يعني مكوث الذي يخلد فيها، وإنما أنت تعمل لأخراك، تعمل لأخراك. وهذه الدنيا تعمرها بالطاعة وبالعدل وبالإصلاح وبنشر الخير. فالذي يريد قضاء الأوطار فإن أوطاره لا تقضى في هذه الدنيا وإنما في الآخرة. ورونا زول بس قال أنا زول دنيا، قال أنا وصلت حد شبعت تب، بعد ما دار أي شيء في الدنيا ما في. يا عمك كبير تلقى عمره 90 سنة تقعد معاه لك، والله شفتها
بس عيوني دي بس أزال لي الله مولانا عيوني دي بس تبقى كويسة داري عين لاسي 90 سنة والركب الركب الله كمان انجل برد ده يا زول البرد ينوى حاج ما تشوف الحاصل قدام كيف الموضوع ده طويل فيتارمي قدامه ابقى زول آخرة قتل الآخرة والله الذي لا إله غيره زول ياخذ الدنيا بعيش لمتين بيش لمتين فجأة يا أخي زول تلقى ماشي معاك فجأة حادث مات والله الذي لا إله غيره تلقاه يمرض فجأة يموت أو يمرض فترة بعد ذاك يموت وناس كتار ونسأل الله العافية. طيب ذكر فوائد جميلة جدا ابن القيم رحمه الله تعالى قال الاجتماع بالإخوان قسمان ويعني بالإخوان الإخوان ويعني الإخوان المؤمنين وليس الإخوان المسلمين قال الاجتماع بالإخوان قسمان أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع انتبه للكلام ده بتستفيد منه أخوانك ديل في الله لما تجتمع بهم في مجالس قال لك الاجتماع بالإخوان قسمان لأن الأخوة المقصودة أخوة الدين إنما المؤمنون إخوة قال الاجتماع بالإخوان قسمان وكما قلت يعني الإخوان المؤمنين وليس الإخوان المسلمين قال أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت فهذا مضرته أرجح من منفعته وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت في ناس بتجتمع بهم بس عشان تضيع زمنك قال اجتماع على مؤانسة الطبع تلقاه بس عشان الأنس بس بيجتمع بهم عشان الأنس بيستأنس بهم بس وأنس الطبع أنس الطبع قال وشغل الوقت يقضي بهم الوقت بس هو في وقت عشان يقضوها يا جماعة الدنيا دي في وقت الزول ما عنده وقت والله الذي لا إله غيره الكتب لا الزول يا أخي احفظ القرآن صحيح البخاري مسلم سنن أبي داود الترمذي ابن ماجه النسائي إلى آخره يحفظ الكتب دي ويعرف الصحيح من الضعيف في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه إلى آخره ويقرأ كتب الفقه ويحفظ ويقرأ كتب اللغة ويجتهد ويفهم ويحفظ ما استطاع ويقرأ في السيرة ويقرأ ده العلم براو ده عليك الله ده ستار كم سنة مش ده براو ده له وقت خلي تمشي تعمل وتبلغ الناس الدين عشان تنشر هو كتاب كتيب عشان تتم دار لك سنتين مرات سنة كتاب واحد أو كتيب فما بالك عشان تشرح للناس القرآن والسنة وكان الله اداك حفظ كان الله اداك حفظ شغلوا أول شيء في النصوص دي فيها البركة مش تمشي تحفظ لي الألفية ولسه القرآن ما حافظه أنا مستغرب من ديل ذاته ما حرام تحفظ الألفية لكن أبدأ بالنصوص فيها البركة أحفظ النصوص وعلوم الآلة دي اجتهد فيها اجتهد فيها أفهم وأحفظ ما استطعت لكن اجعل همك الأعظم في الحفظ أولا أن تحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنت محتاجا إلى حفظ ما تيسر من علوم الآلة. طيب خير إن شاء الله. قال الاجتماع بالإخوان قسمان ركزوا معايا يا جماعة قال اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت فهذا مضرته أرجح من منفعته وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت
ما تمشي يكون بس أنسك وراحتك إلا تقعد مع فلان أو علان، وما تتعلق بشخص كائنا من كان من الناس اليوم، لا تتعلق بشخص لا اليوم ولا قبل اليوم، وإنما تعلق بالله سبحانه وتعالى، واجعل أنسك بالله وبذكر الله وبتلاوة القرآن وبطلب العلم إلى آخره وبالطاعة. قال الثاني، الأول ده يبقى ما فيه فائدة، قاعدة بتاعت ونسات ساي والموبايل ده كذا وده أصلي وده ما أصلي، والعربية دي وكان قال له اشتري عجلة ما عنده، والعربية دي بكذا وإلى آخره، ويتونسه والله الذي لا إله غيره. طيب قال الثاني الاجتماع بهم، وأنا أتعجب ناس على الاستقامة في ظاهرهم وأنت تجلس معهم، وانتبهوا إلى هذا الكلام لعل الله يجعل فيه النفع، هم على الاستقامة وأنت تجلس معهم وتأتي من تقرب وتأتي بمن تقرب بمن تريد أن تقربه منهم ليستقيم، وأنت تظن أن في مجالسة هؤلاء أن فيه نفع لهذا الذي أتيت به، فإذا بمجالسهم في الدنيا فقط وفي الدنيا ما يضر، أنا أجيب له زول عشان يستقيم ودائره يستفيد من إخوانه، ما حزبية ولا كذا، ولا اليوم اللي بيجيبوا سجلوا أسماء وابقوا حزب وكذا ده كلام باطل، لكن أنا جبت ده زول فيه خير وظني فيني خير وفي إخواني أجيبه عشان يجلس معاي ويجلس معاهم، وعشان في المجالس دي وغادت أضانه عشان يستفيد له كلمات، يلقى الكلام كله مجلس كله فارغ تاع دنيا ساي، وأنا والله دار أتزوج من كذا من دولة كذا، يا زول تتزوج بتاع شنو؟ الزول لدي فوائد ولا التوحيد كذا، وفي ناس وقعوا في الشرك وفي ناس ما شاء الله باقين على العقيدة الصحيحة، وفي ناس خرجوا والخروج ده كذا ووصول المنهج كذا، وفي ناس يروا المظاهرات وهذا باطل، وناس يسبوا الصحابة وهذا باطل، والصحابة ذي الأفضل، تدي فوائد في شنو؟ في الدين، وتعرف مجلسك يكون فيه فوائد، والله بعض الإخوان تجلس معاه يديك فوائد قد ما تلقاه في الكتب، يعرفك بعالم من العلماء انت ما كنت بتعرفه، ونحن الليله كثير من العلماء اللي عرفناهم الحمد لله بقينا نسمع عليهم، محمد ابن هادي المدخلي والشيخ محمد امان الجامي والى اخره من المشايخ، الشيخ احمد النجمي والناس الاسود في العقيده والدعوه، نحسبهم والله حسيبه، ديل ما عرفناهم من الحزبيين ولا من غيرهم من ديلك كثير منهم، وإنما عرفناهم من إخواننا جزاهم الله خيرا من مجالسهم ومن كلماتهم ومن مناصحاتهم، ففي ناس بتجلس معاه بفيدك لك والله سمعت لي مقطع الله فيه فوائد، والمقطع ذا العالم الفلاني تقوم تزال وهو ده عالم بالله يدوهم ذاته، يقوم يديك فوائد يقول لك الزول كذا ودرس على فلان وعنده شروحات كذا وبتلقاه في اللابتوب الفلاني وفي النت في الموقع الفلاني، يديك فوائد تجلس معاه نص ساعة تكون مركت بفوائد، لو مشيت فتشتها يمكن شهر ما تلقاه براك بسبب مجالسة هؤلاء، فليكن في مجالسنا الخير والنفع، لا نجلس مجلسا نندم عليه يوم القيامة. طيب قال الثاني، الله ذا الاجتماع النافع الثاني ذا، الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، أن تجتمع بأهل الحق لمعرفة الحق ولنشر الحق والتواصي بالحق والاجتناب الباطل، ويا إخوان اصبروا على إخوانكم، الشيطان حريص على التفرقة وأحيانا يلقي الكلمات والوساوس والصدور، ديل إذا صح التعبير ديل عملة نادرة، زول عليك الله عالم فيه 7 مليار، 6 على الكفر، 1 المنسوب للإسلام،
فيه ما فيه من الشر. كذا خلي الواحد ده بس اللي هم على الإسلام ديل. أسألكم بالله، أكثر أهل البدع ولا أهل السنن؟ أهل السنة أكثر يا دون، أكثر أهل البدع بنص الحديث في سنن أبي داود: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. معناها في 72 في النار، واحدة بس في جنوب في الجنة، فرقة الناجية. أنت لما تلقاهم ناس تركوا البدع كلها ظاهرها وباطنها بالجملة وبالتفصيل، ده لما تلقاه ما تحرص عليه؟ تحرص عليه يا كل الحرص، ولو فيه تقصير في جانب من الجوانب تناصحه، تحرص عليه، تصبر عليه. طيب قال: ولكن فيه ثلاث آفات، أو ولكن فيه ثلاث آفات، فيه ثلاث آفات، يعني ذات الاجتماع بالإخوان فيه ثلاث آفات. انتبه لها كويس، لما تلاقي أخوانك ذاته نازل تمام أو فيهم خير، فيها ثلاث آفات، انتبه لها كويس. قال: إحداها تزين بعضهم لبعض، دي آفة، إنك تتزين لشنو؟ لأخيك المستقيم، تتزين له، يشوفوا يعمل فيها عنده سمت، وزول كذا وزول كذا، وما بقول أي كلمة إلا بانضباط، وما بقول كذا، وكان دي بقت حاجة مستمرة، حاجة طيبة، لكن ما تتزين لهم عشان أنت تنال منزل عندهم وأنت على خلاف ذلك، تتقرب إليهم ولا تتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى. أنت خليك معاهم، أنشر الخير، مش بس في بعض الناس كذي بس قدام أخوانه ده بس ساكت بس، ما يعني عشان يقول عندك سمت يعني ولا كيف؟ أنت تتكلم بالخير، الأصل الكلام بالخير، الأصل الكلام بالخير، لكن أنت لا تمسك المجلس كما يقال على حسابك، لكن الأصل الكلام بالخير، فإن لم يوجد الخير تنتقل إلى الصمت، كما في البخاري ومسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل شنو؟ خيرا أو ليصمت. يبقى الأصل إنه شنو؟ تقول الخير، تنبهن، شايف فلان أسلوبه شديد في غير موضع الشدة تنبهه، شايف فلان أسلوبه لين في موضع كان المفترض يكون فيه شديد تنبهه، شايف فلان فيه غفلة وهو إلى آخره تنبهه، شايف فلان عنده أخطاء في كذا تنبهه على الأخطاء، وهكذا وهكذا. قال: تزين بعضهم لبعض، إحداها دي الأولى. اثنين، الآفة الثانية، قال الثانية: الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، كلام كثير ومخالطة كثيرة أكثر من الحاجة، وإنما أنت تكتفي بالحاجة، تخالطهم بقدر الحاجة وتتكلم بقدر الحاجة، لا تزيد على ذلك. الثالثة: أن يصير ذلك شهوة أو عادة ينقطع بها عن المقصود، يبقى بس بيشتهي إنه بس يجلس معهم، ولا متعود بس يجلس، لو ما جلس ما بيقدر يعيش في باقي يومه ولا بيقدر يرتاح إلى آخره. فدي ثلاثة آفات: التزين والكلام والخلطة أكثر من الحاجة. اثنين، ثلاثة: أن يصير ذلك شهوة وعادة إلى آخره. قال: وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح، لقاح، وبعد اللقاح ينتظر صاحب الزرع الثمر. قال: لقاح إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة. ده الاجتماع ده يا بتولد منه خير يا بتولد منه شنو؟ شر. طيب قال: والنتيجة مستفادة من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته، وهكذا الأرواح، وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك، والخبيثة أي الأرواح الخبيثة لقاحها من الشيطان. وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات
للطيبين والطيبين للطيبات، وعكس ذلك أي وجعل عكس ذلك أي جعل الخبيثات للخبيثين والخبيثين للخبيثات. فإنت إذا إنت بتتبع المنهج الصحيح وتوافق الملائكة وهم يأمرون بالخير، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإن الثمر من هذا المجلس تكون حسنة طيبة. وإذا وافقت الشياطين على وساوسهم فإن الثمر تكون خبيثة، وهذه الدنيا مزرعة وهكذا المجالس، وأنت تجني الثمار إما بالخير إذا قدمت الخير وإما بالشر إذا قدمت الشر. طيب، قال قاعدة، قال ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل. طيب، نحن نذكر القاعدة دي وإن شاء الله نكتفي بها، لأنه ماشيين مسجد، أخونا خالد ده شكله في مسجد فقال لنا نمشي هناك نعمل في نصيحة إن شاء الله. الناس تجتهد، بعدين الكهرباء قطعت وأنا شايفكم جزاكم الله خير في حرص، لكن ما دارين نحمل الناس. طيب، قال ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير، بل لا يؤثر سبب البتة إلا بانضمام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيره. طيب، مثال الدواء سبب للشفاء، ولكن الدواء سبب، وهذا السبب لوحده لا يكفي حتى يكون الجسد محل قبول لهذا الدواء. هسي زول تلقى دار يدوه كيماوي عنده سرطان، لكن فجأة جاءوا فشل كلوي. أخونا الريان ده طبعا قاعد كان لخبطة يصلحني، أصل أخواننا ذيل، وأخونا ده في الطب جراح، أنا ما أعرف الناس اللي مرقوا مننا كيف في الطب ذاته جراح، يقول لنا أنتوا جراحين، هذا الجراح أنا ما جراح، أنا ناس ظريفين ما جراحين ولاة التجريح يقول لك. طيب، الزول يا جماعة عنده سرطان ده، دار يدو كيماوي، الكيماوي مش فيه نوع من السبب، طيب على قال يهدي أو كذا، بعد ذاك دار يدو له هو سبب، لكن المريض ده ما مهيأ. كيف ما مهيأ؟ جاءوا فشل كلوي وجاءوا يرقان، يقول له أول شيء بعد يبقى من شنو؟ يبقى كويس من المرضين الجو ديل الاثنين ديل، حتى بعد ذاك يدوه ده الدواء ده، لأنه ده مع وجود المرضين ديل بيزيد شنو؟ البلاء، بيزيد المرض. فأنت هذا الدواء لابد هو سبب، لكن لابد أن يكون الجسد محل قبول لاستقباله، فيجتمع سببان، السبب الأول الدواء والسبب الثاني قبول المحل، فالسبب لوحده لا يكفي حتى ينضم إليه سبب آخر. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير، بل لا يؤثر سبب البتة إلا بانضمام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيره. طيب، قال هذا في الأسباب المشهودة بالعيان، شايفيننا نحن، قال وفي الأسباب الغائبة والأسباب المعنوية، قال كتأثير الشمس في الحيوان والنبات، كتأثير الشمس في الحيوان والنبات، فإنه موقوف على أسباب أخرى من وجود محل قابل وأسباب أخرى تنضم إلى ذلك السبب، وكذلك حصول الولد موقوف على عدة أسباب غير وطئ المحل، غير وطئ الفحل. طيب، لو امرأة عاقر وجاء رجل وجامعها وهو زوجها وهي عاقر، وهنا تم سبب وهو الجماع، لكن هناك مانع
منع من حدوث شنو؟ تكون الولد، والولد من الله سبحانه وتعالى ابتداء وآخرا. طيب، وكذلك جميع الأسباب مع مسبباتها، ما تجروها مع مسبباتها، مسبباتها هاي. طيب، مسبب، مسبب السبب والمسبب والمسبب، المسبب الفاعل، والسبب هذا يعني الذي إذا وجد هذا السبب ووقع في مسببه تم المراد. مسبب بالفتح ومسبب بالكسر، الفرق بينات مسبب فاعل ومسبب مفعول به، بالفتح مفعول وبالكسر فاعل. طيب، وكذلك جميع الأسباب مع مسبباتها، فكل ما يخاف ويرجى من المخلوقات فأعلى غاياته أن يكون جزء سبب غير مستقل بالتأثير. طيب، ولا يستقل بالتأثير وحده دون توقف تأثيره على غيره إلا الله الواحد بس، الأحد الفرد الصمد الذي لا يحتاج إلى غيره لنيل المراد هو الله سبحانه وتعالى. أما السبب، أنت استخدمت السبب لتنال مرادا معينا، هذا السبب وحده لا يكفي، حتى يكون هناك سبب ويكون هناك محل قابل لهذا السبب، ويكون هناك محل قابل لهذا السبب. طيب، قال إلا الله الواحد القهار، فلا ينبغي أن يرجى ولا يخاف غيره، غير الله تعالى. وهذا برهان قطعي على أن تعلق الرجاء والخوف بغيره باطل، فإنه لو فرض أن ذلك سبب مستقل وحده بالتأثير لكان سببيته من غيره لا منه، لكان سببيته، سببيته من غيره لا منه، فليس له من نفسه قوة يفعل بها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو الذي بيده الحول كله والقوة كلها. ما في ناس بيفسروا لا حول أي لا حاجز من المعاصي، ولا قوة أي على فعل الطاعة إلا بالله تعالى، وده تفسير صحيح، لكن هناك تتم له كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء الخامس من الفتاوى، قال هذا ليس خاصا بالطاعة والمعصية، وإنما في جميع الأمور، لا حول لك عن الشر ولا قوة لك لفعل الخير إلا بالله تعالى، ليس خاصا بالمعاصي والطاعات. طيب، قال فهو الذي بيده الحول كله والقوة كلها، الكلام الفات ده كله هسه بتفهمه، بتفهمه بالكلام الأخير ده. قال فهو الله تعالى، فهو الذي بيده الحول كله والقوة كلها، فالحول والقوة التي يرجى لأجلهما المخلوق ويخاف إنما هما لله وبيده في الحقيقة، فكيف يخاف ويرجى من لا حول له ولا قوة؟ إنسان عنده حول وعنده قوة بغير الله تعالى ما عنده، فكيف تخاف منه؟ لكن هنا مسألة دقيقة ضل فيها الأشاعرة وبعض أهل البدع، ووفق فيها أهل الحق للحق، وهي أن بعضهم يقول، وذكر ذلك الإمام محمد أمان الجامي في شرحه لكتاب التوحيد، وده كتاب قيم وشرح طيب الناس تسمعه، فنحسب أنه فيه، بل نعتقد أن فيه خيرا كثيرا، ونحسب في يعني في صاحبه، أما هو هذا الكتاب وهذا الشرح فيه خير كثير ولا شك. فقال بعضهم يقول الفعل من الله حقيقة ومن العبد مجازا، وده كلام شنو؟ باطل. وعشان احنا ما نطول فيه الكلام، ذكر مثالا قويا، قال فإذا صلى العبد نقول من المصلي حقيقة؟ إن قالوا المصلي حقيقة، ما هم بيقولوا الفاعل حقيقة الله والعبد شنو؟ مجاز. طيب ها، صلى العبد ركعتين، الفاعل الحقيقي منو؟ قال ابن، قال الجامي فإن اعتقدوا وأجابوا بلازم كلامهم كفروا،
لأنهم يجعلون المصلى له وهو الله تعالى، يجعلونه شنو؟ مصليا، وهذا كفر. وإن توقفوا، وهذا دل على أنهم يقلدون بالجهل وأن منهجهم باطل. بس باختصار جدا يقول لك فعال العباد دي الفاعل الحقيقي هو الله، والعبد مجازا. بس أدي مثالين، الجامع رحمه الله ذكر أمثلة، لكن تدي مثالين بس، ذكر له مثال في الطاعة ومثال في المعصية. قل له العبد صلى والعبد سرق، من الفاعل الحقيقي؟ إن قال العبد الحمد لله تبين بطلان قوله، وإن قال الله كفر ولا ما كفر؟ السارق منه خشى في شنو؟ في مقص. وناقشوا النقاش علمي، انت لو سمعت الكتاب ده وشرحه تستفيد، قال سمعت القواعد المثلى إلى آخره. طيب، وليس معنى هذا أن الله لا يخلق أفعال العباد، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، لكن العبد فعل هذا الفعل حقيقة وفعله بإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، لكن لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله تعالى، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان، أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه بمن يرجوه ويخافه. إذا خفت غير الله من المخلوقين ورجوت هؤلاء المخلوقين فهذا أحد أسباب حرمانك مما ترجوه، وأحد حصول وأحد أسباب حصول ما تخافه، لأنك توكل إلى العبد، وإذا وكلت إلى العبد خذلت، هذا العبد الذي اعتمدت عليه أو خفته ورجوته. قال فإنه على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك، أي هذا الذي خفت منه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم شنو؟ رهقا. وعلى قدر رجائك لغيره، لغير الله، يكون الحرمان. ترجو من المخلوق فكون الحرمان، لأن المخلوق ما عنده شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قال وهذا حال الخلق أجمعه، وإن ذهب على أكثرهم علما وحالا فما شاء الله كان، وما قال فما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن ولو اتفقت عليه الخليقة. وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت صحف. فملخص الكلام ده الزول يا جماعة يعتمد على الله ويتوكل على الله، ويعلم أن هؤلاء الخلق لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، فما دام أنهم لا حول لهم ولا قوة لهم فلا يرجى منهم ولا يخاف منهم، لا يرجى فيهم ولا منهم ولا يخاف منهم، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى.